أربع وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذرات فرائض عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. بقالنا كتير هنا ما قلناش تحيا مصر. قولي تحيا مصر. هو كده خلاص بيسقفوا فوق. نورتي. ازاي يا شريف؟ كنا مفتقدينك جدا والله. انا كمان اكتر. وحكايتك الحلوه. انت قلتي لي في الاول قبل اي حاجه انت عايزه توجهي الشكر لبعض الناس اللي احنا فخورين بيهم اللي عايزين يوروا بلدنا في احسن حال. اتفضلي. بص طبعا كل الناس ليها التحيه بس في حاجات مواقف كده حصلت معايا. فحصل معايا كان في مشكله في الاقصر ورئيس مباحث الاقصر شخصيا تدخل وتواصل معايا وهي الراجل كان في منتهى الذوق واتحلت المشكله. بنشكره شكر خاص جدا. وبرده الكرنك نفس الحكايه. الكرنك ايه؟ معبد الكرنك. مباحث الكرنك. مباحث اللي في الكرنك. اللي في الكرنك والشرطه السياحه المباحث اللي في الهرم. الهرم. برده كان في مشاكل وبيحلوها. يعني فاهم متواجدين بسرعه. اوكي بنشكرهم. ألف سلامة وتحية ليهم وده واجبهم وشغلهم وبيعملوه على أكمل وجه علشان نشوف السياحة عندنا زايدة ونتمنى الأعداد تزيد وتزيد. عايزين عندنا يعني أنا نفسي يبقى عاملين تارجت هدف إن في خلال الثلاث سنين مش هقول خمس سنين الثلاث سنين اللي جايين نوصل ل 50 مليون سائح في السنة يا رب. محتاجين نبني شوية فنادق زيادة. طب أنا عايز أقول فكرة. قول. دلوقتي الطريق السياحي اللي احنا بنمشي فيه اللي قدام الهرم ناحيه في الهرم وفي السور هرم الهرم الناحيه الثانيه في صحراء. اتمنى ان الصحراء دي كلها تبقى فنادق ومن ضمن هذه الفنادق وتتعمل بسرعه وتبقى فنادق 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه في البيوت اللي في حدائق الاهرام اللي بص على الهرم في ناحية كده وينج كده كله باصص على الهرم. أصحاب البيوت دول يبقى في تعاقد بينهم وبين وزارة السياحة ومش عارف وزارة إيه كمان. هو حاجة زي البوتيك أوتيل كده. أيوة إن البيوت دي تتحول إلى لوكندات صغيرة أو إير بي إن بي. على فكرة في حاجات بس تخليه بقى لو كل الصف ده من أوله لآخره تحول إلى فنادق صغيرة. محتاجين يا شريف في الأقصر وأسوان كمان. إحنا لأن أنا كنت عايز أسافر الشهر ده الأقصر فكانت قلت لها احجزيلي قالت لي لا تعالى بقى إيه بعد رمضان. مفيش حجز. مفيش خالص. ودي حاجة حلوة ومطمئنة بس إحنا عايزين أعداد وفي سياح كتير كانوا عايزين يجوا مصر في الكريسماس وراس السنة ما قدروش يجوا لأنها كلها محجوزة فإحنا عايزين أعداد الفنادق في الاقصر واسوان تزيد وكتير قوي من السياح بيبقوا عايزين يجوا الجيزه بيقولوا عايزين نقعد في اوتيل باصص على الهرم. واحنا فعلا ما عندناش اوتيلات باصص على الهرم خالص غير يمكن اوتيل واحد وغالي جدا مش مقدره الناس نتوقف وعدد اوض محدود وعدد اوضه محدوده. فاحنا عايزين في الطريق السياحي الجديد اللي اتفتح الناحيه الثانيه منه كل الارض دي نتمنى انها تتحول الى فنادق وكافيهات وريستورانات وكذا 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 وتبقى فيها حاجات ثقافيه وكذا
محتاجين ده ويتعمل نتمنى بسرعة شديدة. احنا فرحانين بصراحة بلدنا، لينا الحق ان احنا نفرح ببلدنا. هي الواحد ما شافش الاعداد دي من زمن. ال 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 الناس واقفه طوابير عشان تخش المعابد والمقابر. يعني لا ده حقيقه، يعني اصلا علشان المرشد السياحي يجيب التذاكر ده فيها مثلا ايه تلت ساعه نص ساعه. بس احنا عايزين بعد كده يبقى كل ده اونلاين اسهل. عايزين سيستم جديد يتعمل للمتاحف ومكان، عارف انت يزودوه بالظبط. هو مفيش احنا مفيش اصلا. كله معمول شباك التذاكر. طب احنا هنبتدي اهو نكسب بقى دلوقتي لان احنا بقى لنا سنين مفيش سياحه. وانا فرحان ليكوا انتوا كمرشدين سياحيين جدا، انتوا في بعضكم بقى له 10 سنين ما اشتغلش في لغات حقيقيه ما اشتغلتش فان انتوا ابتديتوا تشتغلوا والبيوت تفتح تاني والعجله تلف، فان شاء الله نبتدي نكسب من السياحه ونبتدي نعمل المكان بالتيكت. عارف بالظبط كده زي بتاع مترو الانفاق كده. ايوه صح كده. مظبوط. وكمان يبقى في زي طفطف وفي حاجات تاخد الناس تتمشى، لان عارف في بعض الـ 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 الاماكن المعابد الطرق فيها مكسره شويه. بص هو يعني ده متوفر مثلا في وادي الملوك، في وادي الملكات ده موجود. وجايبين حاجات حديثه جدا، القديم كله اتشال بقاله فتره من سنه مثلا، فلا ده لطيف جدا. بس هو انت عارف انت ايه لما يكون ايه انت جالك ضيوف كتير قوي 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 وانت مش عامل حسابك على العدد ده كله. فاحنا محتاجين جمع شباك ايه شبابيك تذاكر اكتر علشان تسهل العمليه. محتاجين اللي انت بتقول عليه اللي هو الكلاب كار او زي الطفطف يبقى اكتر، لان لا احنا ربنا يعني يزيد ويبارك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب النهارده هنتكلم عن قريه تانيس. تانيس بقى. تانيس صح كده. تانيس انا هكلم عنها علشان المتحف المصري في القاهره جددوا الصاله وبقت رائعه الحقيقه، وبما ان في مصريين كتير بيزوروا المتحف دلوقتي فحابه اتكلم عنها. ايه بقى الخلفيه التاريخيه لتانيس؟ تانيس دي بتقع في محافظه الشرقيه، فانت لما تيجي تبص احنا مصر القديمه حتى وقتنا هذا كل الناس ساكنه على ضفاف النيل صح. طيب البوابه الشرقيه هي دي طول عمرها بيجيلنا منها مشاكل خلاص. لما الهكسوس جم البوابه الشرقيه، تانيس الكنوز اللي اتلقت دي من العصور المتاخره. يعني اسره 21 و22 تمام. طب كان في حاجه قبل كده؟ ايوه كان في رمسيس الثاني. كان انت عارف تانيس دي قرية وفي قرية تانية جنبيها دلوقتي، بس في الوقت القديم كان اللي اسمها صان الحجر تمام. دي كان رمسيس الثاني كان واخدها عاصمة اقتصادية ليه، لان هو اصلا ده مسقط رأسه. وكان اسمها بير رمسيس، بير مكان ابن الاله. يعني بقى مش بص انا عايزه انام اصلي. جاء مسافر علينا معلش. تمام. رمسيس الثاني من الاسره 19 لان هو كان مخلي طبعا طيبه اللي هي مركز عباده الاله امون وما كانش يقدر يعديهم تمام. بس كل بقى ايه البيزنس كان موجود فين؟ التجاره بقى والحاجات دي في تانيس في صانع الحجر. وكان منها مشهور قوي بصناعه المنسوجات. وكان منها كمان يا شريف ان ده اي حد عايز يدخل مصر عن طريق بوابة الشرقية هيعدي من المنطقة دي. لا من شمالها ولا من جنوبها. فكان مكان بيحصنوا بيه مدخل مصر كله. طيب جم بقى ايه في العصور المتأخرة الأسرة 21 و22 اتخذوا تانيس مركز للحكم بتاعهم، وكان برضو لسه محافظين على طيبة لان هم مش قد كهنة الاله امون، لدرجة ان هم كان في من الاميرات كانوا بدأوا ياخدوا القاب جديدة. الزوجة الالهية للاله امون. ليه بقى؟ منها ان يبقى في تواجد ليهم في طيبة، زائد يعملوا كنترول على الدخل بتاع المعابد. فكانت بص عملية كده ايه سياسية في الآخر إن هم يخلوا كل حاجة إيه تحت سيطرة، يبقى ليهم عين برضو موجودة هناك. أوكي. طيب إيه حكاية بقى تانيس؟ إيه بقى؟ كان في عالم فرنسي قضى عمره هنا في مصر
اسمه بيير مونتي، جه في في الثلاثينات مصر وبدأ يحفر في جبان التانيس، وفي سنة 1938 بدأ يلاقي بقى ايه بوادر ان في حاجات تحت. 1940 اكتشف المقابر بتاعت المقابر الملكية لم تمس. شوف التاريخ ده سنة كام، 1940 كان في ايه الاحداث المسيطرة؟ الحرب العالمية التانية. الحرب العالمية التانية بالظبط. فهو ما اخدش حقه الاكتشاف ده زي توت عنخ آمون. لكن انت لما تيجي تقارن توت عنخ آمون، مقبرة توت عنخ آمون بالمقابر بتاعت تانيس، لا تانيس تكسب بجد؟ اه. وكان فيها حاجات كتيرة كده؟ اه. وذهب وكده؟ وفضة. احنا عندنا ذهب كتير، بس احنا ما عندناش فضة. الفضة أغلى. وبالظبط. كانت عندهم. ويقال إن الفضة دي كانت يعني احنا لقينا تابوت من الفضة. تابوت كامل من الفضة. بيقال ان ده كان بيتجاب من افغانستان الفضه، التبادل التجاري اللي كان بيحصل بيننا وبين الدول في العصر القديم يعني. ف طب انت مش مركز معايا في حته، هنقول عصور متاخره يعني الفلوس قلت صح، عصر المحلال تالت. طب هم جابوا منين الحاجات؟ جابوا الحاجات دي، هم ما كانش ينفع يبخلوا على نفسهم في العالم الاخر. يعني هو يتقشف في العالم، العالم الحالي يبان بقى في ايه، في المباني، في العماره، في المعابد، انت لكن فاهم؟ المقابر لا. لكن مقتنياته اللي هياخدها العالم الاخر لا يمكن، هيعمل احسن حاجه. وبالفعل عمل احسن. يمكن كان في ملوك عظماء من اللي قبل كده اللي نهبت مقابرهم، اكيد كان عندهم حاجات. تخيل لو ما كانتش اتنهبت كنا هنشوف زي ماسك توت عنخ آمون ده، ماسك رمسيس وحتشبسوت و ايوه. انا مش متخيله رمسيس الثاني، اكيد رمسيس الثاني كان عنده ماسكات مش ماسك واحد يعني. طبعا طبعا. طيب هنسمع اغنيه اوكي، فاصل ونرجع نتكلم بقيه كلامنا عن تانيس ونشوف الصور اللي انت محضرها. هتسمعنا ايه يا استاذ؟ يا حلاوتك يا جمالك، يا حلاوتك يا جمالك. معقوله الحلاوه دي؟ معقوله حلاوتك دي؟ معقوله طعامتك دي؟ يلا مزيكا يا اولاد. يا حلاوتك يا جمال خليت لي الحلوين ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. من يوم القلب محبك ويوماتي في جرح جديد، والعين حلفت لي بحبك ما تتوه طول ما انت بعيد. من يوم القلب محبك ويوماتي في جرح جديد، والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد. وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهايمين في جمالك، ده حرام تبعتلي خيالك وتسوق على عيني جمالك، ده حرام تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك. كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. الله 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 يا ولاد. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. نكمل كلامنا عن قرية تانيس وأجداد المصريين القدماء. إيه بقى؟ أنت قلتي آخر حاجة في الأسرة الـ 21 و 22 والقصة دي كلها، بعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل بقى دي عصورة محلال، واخد بقى طلعنا شوية بقى بعد كده. مثلا عندك الأسرة 25 و 26 كان فيهم الرمق شوية، وبعد كده بقى إيه الدنيا باظت، الدنيا باظت تماما. والحضارة المصرية القديمة ابتدت، ما ينفعش نقول كده يعني. بس ما بقاش فيها بقى المجد بتاعها طبعا ولا السيطرة بتاعتها. طيب تيجي نشوف أول صورة. يلا ورونا أول صورة كده ونعلق عليها مع جلادس. طيب مين ده؟ ده بسونس الأول، ده اللي هو صاحب المقبرة. ده الفضة؟ ده الذهب. الذهب. بص يا شريف، ده معروض كله في المتحف المصري، الصورة اللي أنا جايباها دي جديدة، حاجة جديدة ما كانتش موجودة. كانت موجودة بس القاعة اتجددت وبقت فظيعة، العرض فيها ألطف. وده مين؟ ده برضه بسونس. ذهب؟ ثلاثة ذهب؟ ثلاثة ذهب وابنه
وزوجته. بص يعني انت الدقه اي نعم ما فيهوش بقى اللابس الاحجار اللي هي الكريمه حلوه قوي بس يجنن. ده كل ده ذهب؟ كل ده ذهب وعصر يعني في انهيار الدوله. وده ذهب برضه؟ ده لا ده الفضه بقى ده تابوت فضه يعني بسونس الاول كان داخل هذا التابوت مصنوع من الفضه وبص في حته ذهب كمان. وايام المصريين كنت بقى الفضه كانت بالنسبه لهم اغلى من الذهب. ما كانش فيه اصلا ما كانش فيه فضه نهائي. ده حته من الحلي اللي طحة. اتلاقت ده كله ذهب. شايف الاحجار بقى اللابس يعني الحاجات دي معروضه زمان وما كانتش معروضه اصلا؟ كانت معروضه بس مش باينه يعني. مش باينه. ده حلق. لا لا تحفه. شايف الالوان مش معقول ازاي ده معمول بالايدين. بص الاسوره دي عليها عين حورس ومفتاح الحياه. دي الله. برضو جزء من الله قلاده كوليه. الله الله ده الله. جزء من العرض. شايف الماسكات وشايف الصوابع الذهب للايدين والرجلين. مش معقول. ادي الكوليه كله على بعضه. وبص الاسوره اللي على الشمال تحت دي عارف انت مش صبه اللي بتبقى مفرغه من جوه. وادي وش التابوت الفضه اللي بالذهب. ادي اهو العالم الاثار الفرنسي. طبعا عايز اقول لك انا عشان بقالي كتير ما شفتكيش المره دي لما رحت باريس من شهرين رحت اللوفر ودخلت بقى شفت حاجتنا. عارفه طول ما انا ماشي. بصي بقى طول ما انا ماشي بصوت عالي يا جلادس وانت عارفاني بيجي حاجتنا. ايوه انا متخيله وبالانجليزي والفرنساوي. أيوة. والناس تبص ده ايه ده حاجاتنا. My ancestors are from Egypt. قلت هيجوا يشيلوني يرموني بره. لا ما صحيح كميه حاجات ده في حوالي 30,000 قطعه معرفش او حاجه زي كده في اللوفر. بيمشي وبيخلص حاجاتنا. ايوه وبعدين انا بحس ان انا قلبي بيوجعني بقى يعني انا لما بروح المتاحف واروح ده في كمان الاشاني الازرق الصغير ده واخدينه من مقبره من مقابر متفكك يا الله. كنت في معبد كومومبو ففي جزء من الحيطه متشال فحد من المجموعه بيقول لي ده ايه ده فين؟ قلت له هتلاقيه في متحف من المتاحف بره. سكت بقى. قال لي مين يعني اللي اخده؟ قلت له تفتكر مين؟ لا بجد وفي حاجات تحفه في شويه. انا بعت لك الصور. ايوه والفيديوهات. وشفت الفيديوهات عملت في الدور برامج حاجاتنا. عايز اقول لك ان هم في متحف اللوفر واخدين سقف شفتوا اللي فيه الزودياك. اللي فيه الزودياك ده ما فيش زيه تاني في مصر ولا في حته. شرفتينا نورتينا. نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شويه ميرسي جلادس حداد. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. دي كانت حلقه نهايه الاسبوع. بكره الجمعه جسر البرنامج نكون معاكم على خير. يوم السبت شكرا لكم. باي باي.